نرمين، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم. رح نحكي أكثر بمساحتنا الطبية عن مرور الزمن. شو بيترك مرور الزمن من آثار علينا؟ أوقات خطوط الزمن بتترك آثارها على وجوهنا، فبنحس شوي إنه كبرنا قبل الوقت، أو بنحس إنه هاي الخطوط بلشت تترسم وتترك أثرها على وشنا، على تعبيراتنا، على ابتسامتنا. شو الحل؟ هل ممكن يكون في عمليات جراحية لهذا الموضوع، ولا في حلول تجميلية أخرى؟ رح نتعرف أكثر طبعا على تفاصيل هاي الأسئلة كلها اللي بتخطر ببال الجميع مع ضيفنا لليوم الدكتور شادي رحمة، الاختصاصي في الجراحة التجميلية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور. عم نحكي عن موضوع يمكن بهم غالبية السيدات، وبيبلشوا يمكن من عمر 30 يبلشوا يفكروا فيه، يطلعوا على المراية شافت خط صغير بلشت تخاف من تقدم العمر. رح نبلش أول شيء نحكي عن العمليات الجراحية لشد الوجه، أيمت بتصير؟ أنا كتير حبيت المقدمة اللي عملتوها، إنه هو عبارة عن مرور الزمن. يعني نحن كل العمليات التجميلية سواء مثل شد البطن، مثل شفط الشحم، مثل تكبير الصدر، مثل تجميل الأنف، هي غير ناتجة عن الزمن. فعلا هاي العملية هي ناتجة عن مرور الزمن، وبالتالي نحن مهمتنا كأطباء تجميل هو إرجاع الزمن بهاي العملية بالذات. منرجع الساعة 15 سنة لورا، يعني ومنقول إنه هاي العملية بتضل 15 سنة وبتنقص 15 سنة. ففعلا هو تعبير مزبوط إنه هي العملية الناتجة عن مرور الزمن. طبعا دائما يعني بنمحي خطوط الزمن تماما، اللي هي الخطوط اللي حوالين التم، الخطوط الجبهة حوالين العين، تماما ترهل أهم شيء. فنحن بكل بساطة نقدر نقول إنه هاي العملية منساويها للصبايا أو الشباب اللي بيتراوح عمرهم بين 45 و60 سنة، اللي ظهر عليهم ترهل بالوجه وليس تجعيد. يعني دائما نحن الترهل هو هالكتلة هي اللي بتنزل، يعني منلاقي الوش بينزل وبرد ونحن منرد بنرفعه. فمثل ما حكينا إنه هاي العملية منرجع فيها الزمن لورا ومنعالج فيها ترهل الوجه وليس تجاعيد الوجه. تجاعيد الوجه إلى غير علاج شوي تانية بنحكي عنه أكيد. طيب دكتور، بما أنه حكينا أنه هي بتختص بفئة عمرية معينة، فهذا الشيء بخلينا نزيح السؤال تبع أنه اللي هو تجميلي وفي صبايا ممكن من بكير يبلشوا فيه، وأنه هذا الشيء ما نو صحيح بس عم يلجأوا له يمكن تماما. يعني عم نلاقي مزبوط. هلا يعني قبل ال 45 عم نلاقي من ال 30 عم يبلشوا مزبوط. هلا خلينا نحكي على الفئه العمريه بعدين عن الاستطابات. سؤالكم شقين، لانه هلا الفئه العمريه دائما نحن نقول انه شد الوجه هو بين ال 45 و60 سنه، عكس الفكره السائده بالمجتمع انه هو بينعمل للمسنات او للختايره بالعاميه. لانه بس ينعمل بين 45 و60 سنه هو الفتره اللي ممكن المريضه تتمتع بالنتيجه. يعني إذا عملتها بسن الخمسين طبعا بيضل هالنتيجة معها 15-20 سنة، وبالتالي بيضل وشها في شباب لمدة 20 سنة. أما إذا عملتها بسن الثمانين مثل ما هو شائع، فهي ما بتلحق تتمتع بالنتيجة. فعلميا الفئة العمرية المرشحة لإجراء هذه العملية بين 45 و60 سنة. هلا الشق الثاني من السؤال إنه ليش منساوي؟ طبعا نحن شد الوجه هو طائفة واسعة من الحركات الجراحية أو التقنيات الجراحية. طبعا بتبتدئ بالشيء اللي بنسمعه بالمجتمع او على وسائل التواصل الاجتماعي، انه رحت لعند الدكتور تجميل عمل لي قطبتين من هون او قطبتين من هون. طبعا هي فيها وجهه نظر لكن مو لكل الحالات. يعني هي بتبلش بقطبتين اذا كان في حالات مثلا صبيه كثير نتيجه وراثه او نتيجه تعرض لاشعه الشمس او نتيجه طبقه الجلد الرقيقه اللي عندها، البشره الرقيقه، فهي بتشيخ قبل غيرها، خاصة أصحاب البشرة البيضاء. فهون نحن نلجأ لأنه نعمل شيء اسمه ميني ليفتينج. ميني ليفتينج إنه نرفع فقط منطقة الوجه. يعني هالحركة هي وبالتالي نحن منعالج هالخطين اللي بنسميهم خط النازولابيال أو الخطين الأنفيين الشفويين، منعالجهم بدون ما نلجأ لحقن الفيلر. وبيكون هذا العلاج هو علاج دائم. يعني نحن بنقول هذا العلاج الأبقى والأكثر طبيعية والعلاج الجذري والخفيف. يعني مو كل 6 شهور نحن مفروض بنعمل فيلر. هذا الشيء اسمه الميني ليفتينج. طبعا ممكن نحن في بعض النساء بتلاقي بس الرقبه عندهم شوي تعبانه، هون بنعمل نحن شد الرقبه فقط، او بنلجأ لشد الوجه والرقبه بشكل كامل مع شد العضلات.
طبعا هون بنبه لشغله كثير مهمه، انه نحن شد الوجه ليس شد جلد فقط كما هو متعارف عليه او كما هو يجرى باغلب الاحيان، هو شد جلد وعضلات، لانه نحن عندنا الطبقه العضليه هي الطبقه اللي بتسقط مع مرور الزمن، وبالتالي نحن بشد الوجه النظام اللي بنعمله بنرجع بناخذ هالطبقه العضليه اللي هي نحن بنسميها بالعاميه كراسي الخدود، بنرد بنرفعها وبنثبتها على طبقه مثل ما عندك حضرتك، كثير حلوين بس لكن طبيعيين، بس نرفعها ونثبتها كراسي الخدود تماما، فبنعطيها للمريضه كراسي خدود بدون ما هي تعرف، وبالتالي فيها فائدتين، اول شيء بنتجنب الترهل، وبنعطي كراسي خدود وبنتجنب هالخطين هدول بشكل طبيعي وبشكل كثير حلو ومنطقي. طيب دكتور خلينا نحكي عن عدد العمليات اليوم بتقدر السيده او حتى الشاب يعني صاروا عم يلجأوا للعمليات يسووها، هي لمره واحده مرتين ثلاث مرات، وقديش الفتره الزمنيه يعني التباعد بيناتهم لازم يكون؟ طبعا دائما العمليات التجميليه هو خيار، يعني الجراحه التجميليه هي خيار، يعني انا كدكتور تجميل بس تجي لعندي المريضه وتقول لي انا في كثير مرضى بيجوني بيقولوا لي نحن ما بنعرف نحن بدنا نغير شيء بس ما لنا عارفين شو بدنا نعمل، طبعا هي المريضه يعني غير بيقولوا نحن بين الاطباء مريضه غير جيده، لانه هي ما انا متوجهه ما انا عارفه شو بدها تعمل، عندها عامل نفسي معين حابه تتخلص منه، حابه تتفشش بعمليات تجميل مثل ما بيقولوا بالعاميه، لكن فنحن هي نحن بنحاول نسوفها بنحاول ما بدنا نقول نرفضها لكن بنحاول نقعد نحن وياها نقنعها بخيارات افضل يمكن نشوف هي شو توجهها. فدائما انا بستجي لعندي المريضه على العياده اول سؤال بسالها بقول لها انت من شو متضايقه؟ شو مشكلتك؟ مشان نحل لها مشكلتها. فكثير مرضى مثلا احيانا بتكون هي عندها شايفه انه انفها مانو طبيعي، انفها بده تجميل، لكن انا كجراح تجميل انا ما بيطلع بايدي اعمل لها شيء، ما عندي قدره جراحيه وطبيه اعمل لها شيء، فبعتذر منها. لذلك العمليات التجميليه لازم تكون موجهه، يعني مو كل ما زدنا عمليات تجميل كل ما صرنا حلوين اكثر، نحن لانه زياده التجميل كمان بيؤدي لتشويه بالنهايه. صحيح. نحن كاطباء اذا هذا اللي بدنا نحكي دكتور، يعني احيانا كثير بنشوف صور وحتى يمكن سلمى لفنانين من كثر عمليات التجميل وشهم كثير مشدود حتى فقد المنظر الطبيعي اذا بدي اقول. هلا الفنانين جزء من الفنانين انا يعني لاحظتها من خلال تجربتي ومن خلال تجارب كل الاطباء، الفنانة او الفنان بيوصلوا لمرحله بيحسوا انه التجميل هو سر بقائهم على الساحه الفنيه او سر بقائهم او سر استمرارهم بالعمل، فهن بيدمنوا على عمليات التجميل، وهون بيجي الضرر. لذلك وهون بيجي دور دكتور التجميل، هو لازم يوجههم يقول لهم انه لا انت بحاجه، انت مانك بحاجه، اذا ما انا بحاجه يعتذر منها، لانه بالنهايه هي سمعته، يعني اذا عملنا عمليه تجميل بغير محلها اول شيء هي بيصير عندها نتيجه غير مرضيه وبتتشوه بين قوسين، النتيجه الثانيه انه هو سمعته بيصير عم يعمل شيء ما له لازم. أكيد. لذلك جوابا على سؤالك، عمليات تجميل ما لها عدد معين، احيانا في مرضى بيجوا بافات خلقيه ولاديه ممكن نعمل لهم 6 أو 7 عمليات تجميل بفاصل 6 شهور 6 شهور، وممكن نحن نحتاج بعمرنا كله لعملية تجميل واحدة. هذا مثلا شد الوجه لازم تنعمل برأيي أنا، لأنه هي بتعطي ترتيب بتعطي أناقة، وهي ما ناتجة عن تشويه أو ما ناتجة عن عادة صحية سيئة مثلا مثل زيادة الوزن بنعمل شفط، لا هي ناتجة عن مرور الزمن، وبالنتيجة هي خيار شخصي. يعني أنا كثير بشوف ستات بيقولوا لي نحن كثير مبسوطين بوشنا رغم انه هو بيكون كثير نازل، لكن انا بحترم رايهم لانه هو يعني هي موضوع انسجام مع النفس. اكيد اذا يعني الواحد انسجم مع نفسه فما في حاجه يلجا لعمليات تجميل. ما في حاجه يلجأ. يمكن مثل ما حكينا اليوم ببدايه حديثنا معك دكتور شادي، اكيد نوع من العمليات بالذات يعني بنحكي عن عمليات شد الوجه هي مختصه بمرور الزمن. مزبوط. اخذنا الحديث غصبا عنا واجباري بده ياخذنا الحديث لنحكي عن الموضه اللي عم بتصير بالتجميل، كلياتنا بنعرف انه الوجه هو بصمه الانسان طبعاً. الخاصه فيه اللي ربنا عطايا وميزه فيها عن باقي البشر، خلينا نحكي اليوم قد ايه صار هي البصمه عم تتشوه، يعني اليوم انا صرت شبيهه فلان تمام. شبيهة فلان، ما عاد بس عم نحكي عن الفنانين، عم نحكي تمام. عن صبايا وسيدات تمام. دخلوا بغمار التجميل لدرجة ما عاد يقدروا يوقفوا، وهون كتير أسئلة بتتراود إنه أنا مثلا ممكن يكون عندي كم خط بوشي، هل إذا أنا لجأت لحل تجميلي لمرة أنا صرت مجبرة إني أمشي على هذا الحل لا. على طول لا. ولا لا لا إمتى مقبول وإمتى ما عاد مقبول؟ طبعا نحن على طول بنقول إنه الوجه هو مرآة الإنسان، هو جزء الظاهر، فهو أكثر شيء بيبين أو أكثر شيء بيحتاج لتجميل إن اضطررنا. فطبعا مثل ما تفضلتي وحكيتي يعني في ثقافة جراحة التجميل هلا طلعت،
انا باعتقادي انه اللي شجع على هالثقافه هي طبعا احنا ثوره التجميل صارت بعد الحرب العالميه الثانيه، لكن ثقافه التجميل صارت بس وجدت وسائل التواصل الاجتماعي. انا هذا اعتقادي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي صارت كل وحده مثل ما بتعرفوا بتحط الصور الجديده والناس كلهم بيتفرجوا عليها، وطبعا في ايكون وفي ستار وفي فبتلاقي الصبايا او الستات عم يطالبوا بشيء معين. طبعا انا هون بدي انوه على شغله كثير مهمه، مو كل شيء اللي بنشوفه هو حقيقي. يعني دائما نحن بنلاقي انه في كثير ستار او كثير صبايا بيعرضوا صورهم، بيعرضوا اصلا خاضعة بتكون عمليات فوتوشوب وتجميل يعني وفلتره بتشكرك. يعني دائما في فلتره، في فوتوشوب، في طريقه التصوير، الوضعيه تبع التصوير، اللقطه. ف كثير انا مرضى بيجوا لعندي بيطلعوا لي موبايلهم بيقولوا لي انا بدي مثل فلانه مثل علي. فانا بعتذر بقول لهم ضبوا الموبايل، ما بقدر انا اعطي كل شيء. كل صبيه الى اساس، الى بصمه مثل ما حكيت، الى خاصيه. فنحن الشطاره بالتجميل انه ما نضيع هالخاصيه هي، لانه كل البنات حلوين مثل حضراتكم، يعني ما في بنت بشعه. لكن كيف تظهر جمالها، هون السر، وهون الشطاره لازم تمتلكها الصبيه، تمتلك القدره او الملكه انه هي كيف تظهر جمالها وهي حلوه بالنهايه. لكن نحن ببعض الاحيان في عندنا شيء اسمه جراحة تجميلية علاجية. يعني أحيانا مثلا صبية أو مرأة بتجي عندها 4-5 أولاد، فإجباري هون بده يصير في عندها ترهل بعضلات البطن، ترهل بالجلد، بتصير بحاجة لشد بطن. أحيانا بتفقد القدرة على شهيتها، بيصير في عندها زيادة بالوزن، هون بيجي دور عمليات شفط الشحم. أحيانا كثير بيكون عندها خلقيا بيكون عندها مثلا ما عندها صدر، فهون بتجي عمليات تكبير الصدر. يعني في أحيانا جراحات تجميلية، جراحات تجميلية ضرورية. نعم، يعني احنا عم نحكي انه تضل العمليات هي تجميليه ولا ما تروح لموضوع التشويهيه الادمان. يعني التجميل المتقن او التجميل اللي فيه شطاره هو التجميل الطبيعي اللي نحن بنحافظ فيه على خاصيه الصبيه او الست، لكن بنفس الوقت هالدفو الصغير اللي هي لقيته دفو نحن نخفي له اياه ونقرب للمقاييس العالميه. قصدي بالمقاييس العالميه على سبيل المثال بمجال الوجه مثلا، على سبيل المثال نحن في عندنا 3 اتلات، فنحن هي القاعده لازم نحافظ عليها. اجباري اذا مثلا بدي الاقي صبيه انا انفها كثير طويل متجاوز المقاييس العالميه، اذا رجعنا لها المقاييس نقدر نقرب للشيء الطبيعي. هون بيجي دور جراح التجميل الشاطر اللي بيقدر يعمل كنترول على 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 شغله وعلى المريضه بنفس الوقت. يعني هون اخذتنا بالحديث دكتور للموضه الجديده اللي عم نشوفها هلا، وقت صبيه بدها تغير حجم وشها، يعني وهي تقنيه تكساس يمكن يعني هي بالنهايه مثل ما تفضلتوا هي موضه. يعني اذا راجعتوا الصور بالسنين الماضيه او اذا رجعنا بعشرات السنين لورا بتلاقوا البنت الحلوه او معايير الجمال كان هي البنت الراوند، البنت الممتلئه ماسحه شوي، الوجه المدور. لك في شغلات مقبوله مثلا الثياب موضه، اوكي شغلات دماما. معينه موضه، بس الواحد اذا عمل شيء بوشه او بجسمه كارثه اذا ما قدر يرجع تماما. مره هلا مثلا هلا طلع موضه مثلا الصدر الكبير، الديرير الكبيره، الخصر المنحوت جدا، الشيء بنسميه برازيليان ستايل، الشفايف المنفوخه. فهي بالنتيجه موضه، واللي بيشجع هالموضه هو وسائل التواصل الاجتماعي حاليا. يمكن دكتور عم نحس شوية وعي صرنا حتى على السوشيال ميديا انه الناس عم تقول انه هي طبيعية، انه جمالها طبيعي ما نعمل شيء بحالها. صرنا ندور على الوحدة اللي ما نعمل شيء بحالها. وكثير بينوه على شغلة كثير مهمة بوسائل التواصل الاجتماعي هو الناحية التجارية. يعني احيانا بتلاقي للأسف يعني اصحاب النفوس الرخيصة مثلا طبيب بيحاول يسوق لنفسه او مجموعة ستات بيحاولوا يسوقوا لنفسهم، فبيصيروا يروجوا لشيء معين، هذا الشيء غير علمي، وهون الكارثة. لأنه أحيانا كثير بسمع مصطلحات غير موجودة طبيا وجراحيا تجميليا غير موجودة، لكن بيصيروا يروجوا لها ويوجهوا الصبايا غير الواعيات لها. موجز الثانية فجرا، أهلا بكم. تابعت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها ضد مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي، واستهدف الجيش بسلسلة رميات نارية مدفعية
بسلسلة رمايات نارية مدفعية وصاروخية ضد مواقع ومقرات إرهابي جبهة النصرة في كل من معرة النعمان وتل منس ومعرشورين وجرجناز والدير الشرقي بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن تدمير عدة تحصينات للإرهابيين. الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله يؤكد في كلمة خلال مهرجان التحرير الثاني أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو النصر النهائي على الإرهاب، وأن الجيش العربي السوري والمقاومة أفشلا المخطط الإرهابي الذي كان يهدف للسيطرة على المنطقة خدمة للعدو الإسرائيلي. داعش اليوم هي أبعد مكانيا، أبعد ما يمكن أن تكون عن بلدنا. بعد طردها من هذه المناطق، من تدمر، من محيط دمشق، من مخيم اليرموك، وصولا إلى البادية السورية، يعني عم نحكي عن 50,000 كيلومتر مربع، وصولا إلى دير الزور وأبو كمال وما حصل عليهم بعدين في شرق الفرات، وأيضا جبهة النصرة التي كانت هنا في الجرود، اليوم هي أبعد ما تكون عن لبنان وعن حدود لبنان بعد إنجازات الجيش العربي السوري وكل من يساعده وتحرير كامل الريف الشمالي لحما وخان شيخون في الريف الجنوبي لإدلب والتقدم والتفوق القائم للجيش السوري هناك. هذا يبعد الأخطار عن لبنان، وهذا أيضا له نتائجه المهمة جدا على سوريا سياسيا، معنويا، أمنيا، اقتصاديا، وهذا يعني أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو النصر النهائي إن شاء الله. في نهاية المطاف، اليوم الدولة في سوريا، القيادة في سوريا، الجيش في سوريا، الرأي العام في سوريا في أحسن حال، في أعلى وضوح، في استعادة للعافية والقوة وقدرة على صنع الإنجازات والانتصارات. في نهاية المطاف، إدلب ومحافظة إدلب ستعود للدولة السورية، وفي نهاية شرق الفرات سيعود للدولة السورية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة عن اعتراض دفاعاته الجوية لصاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه سيدي روت في النقب الغربي، بينما سقط ثالث بمنطقة مفتوحة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إطلاق الصواريخ جاء بالتزامن مع مهرجان حاشد في سيدي روت، ما تسبب بعملية تدافع كبيرة فيما أصيب 16 شخصا بالصدمة جراء نقل 2 منهم للمستشفى. استهدف الجيش اليمني بعشرة صواريخ باليستية مطار جيزان جنوب غرب السعودية ومواقع لمرتزقة العدوان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من جنود النظام السعودي ومرتزقته. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصواريخ وهي من طراز بدر واحد أصابت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جيزان بدقة عالية، مؤكدا أن هذه العملية هي الأكبر من نوعها بالنسبة للقوة الصاروخية بالأسلحة الباليستية منذ بدء العدوان على اليمن. وفي الخبر الأخير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المطارات الرئيسية في البلاد ستزود بأجهزة جديدة لإجراء تفتيش ثلاثي الأبعاد للأمتعة. ونقلت رويترز عن جونسون قوله إن التكنولوجيا الجديدة ستعزز إجراءات الأمن وتسرع عمليات التفتيش، وقد تؤدي إلى رفع القيود على دخول السوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول إلى مقصورات الطائرات. إلى اللقاء. ما نلجأ لأي شيء، أي حدا بده يعمل تجميل لازم يعمل عدة استشارات سواء عند الطبيب نفسه، يصير في نوع في صيغة تفاهم معينة بحيث انه هي تكون رضيانة عن العملية والطبيب يكون كمان بنفس الوقت رضيان عن شغله وعن عمليته. يعني دكتور، بدنا نرجع لموضوع شد الوجه، هيك بنصائح سريعة اليوم شو ممكن تنصح كل المشاهدين؟ كمان ممكن نحكي نمرق شوي الفيلر والبوتوكس طبعاً. اليوم دورنا بمعالجة هذا الموضوع. طبعا نحن بشكل مختصر جدا بنقول انه شد الوجه هو علاج ترهل الوجه او سقوط الوجه، بس يكون الصبية او الست عندها
هالمنظر هذا، وشها ساقط، خدودها ساقطين، فنجي نحن بكل بساطه توقف على المرايه وبنعمل هالحركه هي، وبالتالي بصير عندها كراسي خدود بتروح هالخطين هدول، وبصير وشها ورقبتها مشدودين، وبيبرز الحنك، بيبرز الحنك، لانه اهم نقطه بشد الوجه هو ارجاع الحنك لطبيعته. احيانا نلجأ لشويه شفط شحم اذا كان في عندنا دقن مضاعفه. هلا اذا كان في عندها تجاعيد وليس سقوط وجه، بيجي هون دور البوتوكس والفيلر. احيانا في عندنا هالتجعيده هي، احيانا بنحب نعطي حجم كراسي خدود السحبه اللي هلا كثير دارجه، احيانا بنعطي شيء اسمه عنق التكساس اللي هلا كثير دارج، يعني بعد المواد اللي حكيتي عنها انه منعرض الحنك، احيانا منطول شوي الدقن. البوتوكس هو علاج التجاعيد الموجوده في السلسل العلوي وليس لعلاج السلسين السفليين من الوجه، يعني اذا كان في عندنا زوره، اذا كان في عندنا تجاعيد بهالشكل، اذا كان في عندنا تجاعيد موجوده هون بنسميهم بوادوا، هدول بنعالجهم بالبوتوكس. طبعا دائما نحن بنرجع لاشراك عمليه شد الوجه مع عمليات تجميل اخرى مشان يكون العمل متناسق سواء بالوجه او بالجسم. فكتير انا شخصيا بشرق عمليه شد الوجه بالاشفان، عمليه شد الاشفان اذا كان في عندنا اشفان متهدده، اذا كان في عندنا هون جيوب شحميه، فبنعمل شد الاشفان مع شد الوجه بحيث انه يكون كله متناسق مع بعضه. ممكن نحن شد الوجه نشكله مع عمليات اخرى مثل شد البطن، مثل نحت الجسم، مثل تكبير الصدر، لانه المريضه بنفس الوقت هي مخدره مره واحده واخذه قرار تجميل فنحن شيء احلى انه نعطيها نتيجه وهي بترتاح ما تعود تدمن على عمليات التجميل، ونحن بنعطيها كشيء متناسق اكثر. طبعا بمجال الوجه كمان ممكن نحن نذكر شغله كثير دارجه هلا وطلعت جديد حديثه، هي بروتيزات او الحشوات اللي نحطها بالوجه سواء لتطويل الدقن او لاعطاء الكراسي الخدود. يعني معلومات كتير اليوم، إن شاء الله يا رب يكون كل الصبايا والسيدات اللي عم بيتابعونا استفادوا منها. دكتور شادي رحمة الاختصاصي في جراحة التجميل، شكرا لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي شكرا لكم. حضوركم يغني شوي المقابلة، وأنا كثير ممنون لحريفيتكم ولطافتكم. شكرا كثير لك دكتور، أهلا وسهلا فيك.